أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. نشكر كل المتتبعين وكل المتعاطفين وكل من يتواصل معنا وكل من يقدم اقتراحات جيدة، سواء عن طريق الموضوعات أو عن طريق الملاحظات التي نعمل بها، وشكرا دائما لتواصلكم الجميل من أجل محتوى جيد وبشعارنا المواطن يصنع الحدث. الفلسفة في الشارع، الفلسفة في الزنقة، وموسيقى الشارع، وعمليات أجن قراو، ومكتبات الشاطئ، ومكتبات الجبال، تعتبر من المظاهر الكبرى لنشر المعرفة والثقافة بالمغرب. نبدأ حلقتنا عن هذه الدعوات المتكررة في الشارع العام، وكيف تحول هذا الشارع العام إلى منصة للدفاع عما نفكر به وما نؤمن به. الفلسفة في الزنقة، الفلسفة في الشارع، الموسيقى وما تجابه به من قبل السلطات، مرة بالاعتقال ومرة بالتغاضي عما يقع في الشارع أمام احتلال هذا الشارع العام من قبل الباعة المتجولين ومن قبل من يمتلكون المقاهي، وتلك يعني من الأمور المخجلة والمؤسفة التي لا يستطيع المواطن حتى المرور. نبدأ حلقتنا عبر ثلاث حكايات كما العادة. حكاية الفلسفة في الزنقة والاعتقال. مناسبة هذه الحلقة هو اعتقال الأستاذ يونس بن الخديم بمدينة الرباط من أمام ساحة البريد يوم 28 يناير 2020، وقد قررت النيابة العامة الإفراج عنه الخميس 30 يناير 2020 بكفالة مالية، مع تحديد الجلسة المقبلة في 19 فبراير 2020. والتهمة من طبيعة الحال يعني التجمهر، وكذلك القيام بحلقة لشرح يعني الفلسفة وما إلى ذلك. هذا الأمر يقودنا إلى الحكاية الثانية. أنا أحبك أيتها الجميلة. كيف تواجه الحزن والألم؟ وكيف تقول أنا أيضا، مثل أن تقول أنا أحبك أيتها الجميلة؟ تلك هي فلسفة اليومي. بدأت الفلسفة منذ 2000 سنة من قبل رجال أحرار التقوا في شوارع المدن اليونانية لممارسة التفكير. يناقش المواطنون في الساحات العامة مفاهيم العدالة والظلم والحرية والحقيقة والسعادة، بهدف أن تستعيد الفلسفة مكانها، بحثا عن الإجابات التي ساهم بها فلاسفة كبار. عليك أن تتوسط بين كانت وبنتام وهوبس وأفلاطون. مع موضوع الفلسفة تتحول مسارات الفلسفة إلى دروس مليئة بالمفارقات وروح الفكاهة والإشارات إلى السينما والأدب والمسرح والقصص والمرويات، وتتحول إلى شخص يمارس الفكر والنقد ويشارك بفعالية في النقاش العام بجدوى كبيرة جداً.
ذاك هو جوهر كتاب الفلسفة في الشاعر للكاتب والأستاذ الإسباني إدواردو إنفانتي، وهو يدرس مادة الفلسفة بطريقة غير تقليدية وبها الكثير من الإبداع، من السخرية بمدينة خيخون وشوارعها حملت بصماته على أكثر من 15 عاما من التدريس عن معاني الفلسفة في الحياة وفي حياة الأفراد. وفي هذا الكتاب نتعلم كيف يكون لنا موقفا معينا تجاه الأشياء، وكيف نقول أحبك أيتها الجميلة فاطمة الزهراء. الحكاية الثالثة: الفلسفة في 11 جملة. الكاتب والفيلسوف داريو ستانجر هو ظاهرة في الفلسفة بكل المقاييس، وظاهرة جديدة بامتياز في عالم الفلسفة. في محادثاته الخارجية ومحاضراته تمكن بقدرته من جلب واستدعاء آلاف الناس بهدف نقل الفلسفة إلى العموم. هدفه هو نقل ما يفعله داخل القسم إلى وسائل الإعلام وإلى الشارع، وهو بذلك حقق ما كتبه في كتبه عن غايات الفلسفة، إلى أن أصبح كتابه الفلسفة في 11 جملة من أكثر الكتب مبيعا في أرجنتين وأمريكا اللاتينية وإسبانيا، وترجم إلى لغات مختلفة. داريو أستاذ لمادة الفلسفة من مواليد 1968، وهو منشط تلفزي مألوف لدى الرأي العام. له 3 مؤلفات بعنوان لماذا تصلح الفلسفة أطروحة صغيرة عن الهدم، وكتابه الشهير الفلسفة في 11 جملة، وكذلك كتابه الثالث الفلسفة عن طريق المطرقة. يبدأ كتابه الفلسفة في 11 جملة بحدث وفاة شاب في أنفاق العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ويحاول الكاتب اكتشاف أسباب هذه الحقيقة وأسباب هذه الوفاة استنادا إلى تفكير 11 مفكرا وفيلسوفا يغطون تاريخ الفلسفة بأكملها. الكاتب يفسر ويتناقض في الوقت ذاته مع فلاسفة مثل أرسطو وديكارت ونيتش أو ماركس أو ميشيل فوكو، ويدعونا دعوة صريحة أن نقتفي آثار أنفسنا في آثار أفكار الفلاسفة ومنعرجاتهم. فكل عبارة وكل جملة تقودنا إلى نوع من التأثير، أو كل جملة لها تأثير معين كما هي حكم الفلاسفة، تجعلنا من طبيعة الحال نتحرك حول عدة أسئلة ومدارات الأسئلة، وبهذا النهج يقربنا من الفلسفة، مما يجعلنا نرى أنه يمكننا جميعا التفكير وكذلك التفكير الفلسفي. فنحن في نظره جميعا نقوم بالفلسفة حتى لو لم نعرف هذه الفلسفة، وهذا هو جوهر ولب فكرة الفلسفة في الشارع. هذا الأمر نفسه نفس الموسيقى في الشارع، والكتاب في الشارع، وفي الحافلة، وفي أعالي الجبال. يعني هذه الأمور تجعلنا أو نتغذى من خلالها،
وتغدي فينا ثراء نحو الجمال، وتبعدنا عن القبح والرداءة والسطحية والبلاهة والسذاجة، وتقربنا من الجمال بكل أشكاله وألوانه المختلفة. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة عن الدعوة إلى التفكير الفلسفي والنقد من طبيعة الحال المصاحبة لها، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر للكثيرين، ونعدكم بحلقات يعني بمحتوى جيد. كان معكم عبد الله الساورة، ندعوكم للاشتراك معنا في القناة، وإلى حلقات جديدة بحول الله. أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.